زار وفد من الأمم المتحدة اليوم حي الوعر المحاصر في مدينة حمص للوقوف على حالة المدنيين والأوضاع الإنسانية والخدماتية. وصرحت خولا مطر رئيسة المكتب السياسي لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفاني ميستورا أن هدف زيارتي هو متابعة الخطط التي طرحها المسؤول الدولي بعد اجتماع فيينا من أجل إرساء هدنة. واجتمع الوفد مع لجنة مدنية مسؤولة عن الحي لمناقشة عدة نقاط، من بينها إرساء الهدنة وإنهاء حالة الحصار المفروضة على الحي منذ 3 سنوات. ومعنا من ريف حمص الناشط الإعلامي سامر الحمصي. سيد سامر، ما هي الأوضاع التي اطلع عليها بالضبط هذا الوفد الأممي؟ بالنسبة لما يحدث في حي الوعر، الحي هو محاصر منذ ما يقارب 3 أعوام، تم إغلاق الطريق الوحيد منذ أكثر من 60 يوم على التوالي، لا يوجد لأي مقومات الحياة في حي الوعر، ارتفاع كبير في الأسعار، انعدام لمعظم مقومات الحياة، وضع مأساوي للغاية إن كان طبيا أو إغاثيا أو على صعيد الصحة، كل شيء سيء في حي الوعر. طبعا كان هناك دائما مفاوضات مع اللجنة الأمم المتحدة في مدينة حمص، كان هناك تواصل، كان هناك وعود لفتح الطرقات. البارحة كان الوفد قد اطلع على الأوضاع الإنسانية في حي الوعر، كان هناك نقاشات حول ما حدث في فيينا مع اللجان الموجودة في حي الوعر وعلى رأسها مجلس محافظة حمص، والحديث عن قبول الشارع السوري لهذه المفاوضات أم لا. كان هناك وعود لإرساء حالة الهدنة في حي الوعر، إعادة فتح الطريق باتجاه الحي والسماح بدخول قوافل المساعدة في حي الوعر، بالإضافة إلى نقاش حول إيجاد ممرات إنسانية باتجاه ريف حمص الشمالي، حلما أن أيضا ريف حمص الشمالي هو ريف محاصر يتعرض لعمليات عسكرية متكررة وقصف متكرر، ووضعه الإنساني يشابه تماما ما يحدث في حي الوعر. طبعا هناك نقطة، أن دائما هناك تخوف من زيارات وفد الأمم المتحدة لأن يتبعها أحيانا قيام النظام بالتصعيد في حي الوعر كما حدث منذ حوالي 2 شهر. مباشرة بعد دخول وفد من الأمم المتحدة قام النظام بإغلاق الطريق الوحيد وارتكب مجزرة في حي الوعر في عيد الأضحى، ظهر ضحيتها حوالي 25 شهيد. هناك دائما هذا التخوف الموجود في نفوس المدنيين، ولكن دائما هناك تحول أو سعي من اللجان. نعم، شكرا للناشط الإعلامي سامر الحمصي، كنت معنا من ريف حمص، ونعتذر للمشاهدين عن هذا الخطأ التقني.